السلام عليكم ومرحبا بكم. سوف نتحدث عن محصول زراعي يمكننا زراعته بداية فصل الربيع والصيف والخريف. زراعة اليقطين من أهم المحاصيل الزراعية في صنف الخضروات التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، كذلك سهلة العناية وسهلة التعامل مع زراعة اليقطين. سوف نتحدث عن بعض المعلومات من ناحية الإنتاج وطرق الزراعة وكذلك أوقات الزراعة. كما تلاحظون مع الإخوان، بالنسبة لزراعة اليقطين، هذا هو نبات اليقطين أو ما يعرف باللب الخشب. نقوم بزراعته من البذور. يمكننا تشكيل البذور أو زراعتها مباشرة في التربة. سوف نتحدث عن الزراعة المباشرة. كما تلاحظون، نقوم بزراعته عن طريق استعمال أحواض زراعية على هذا الشكل. نقوم بزراعته. بالنسبة لأوقات زراعة اليقطين، يمكننا زراعته بداية شهر فبراير وكذلك مارس حتى شهر يوليوز. يمكننا زراعة اليقطين من البذور، يتحمل ارتفاع درجة الحرارة. كذلك كما تلاحظون، لا نستعمل أي مساطب زراعية أو أي بلاستيك. نقوم بزراعته مباشرة في التربة، ويمكننا زراعته بجميع أنواع الأراضي الزراعية. فهو نبات عريق وكذلك نبات متسلق، يحب التسلق. يمكننا عمل كأعمدة أو أغصان إلى آخره، أو زراعته مباشرة في التربة على هذا الشكل. بالنسبة للمسافة بين الخطوط، 3 أمتار المسافة بين كل حوض، 2 متر على هذا الشكل. نقوم بزراعة 5 بذرات في الحوض الواحد، ونقوم بالتخفيف. بالنسبة لعملية التخفيف، من أهم الأشياء التي يجب القيام بها. بالنسبة لأوقات عملية التخفيف، تكون بعد الزراعة بعد 3 أسابيع. نقوم بإزالة 2 ونترك 3 فقط في كل حوض. بالنسبة لزراعة اليقطين، نقوم بزراعة 5 بذرات في كل حوض، ونقوم بإزالة 2 ونترك 3 على هذا الشكل، ونقوم بتخفيفها وتقليب التربة من أجل تهوية التربة. بالنسبة لطرق السقي أو الري، نقوم باستعمال السقي بالتنقيط أو الغمر. نقوم بسقيها على حسب نوعية التربة والموسم الزراعي، فهي ساعة في اليوم فهي كافية بالنسبة للسقي التنقيط. بالنسبة للحصاد، يكون أسبوعي إذا كان الدفء، يمكن حصاده مرتين في الأسبوع كذلك. بالنسبة للإنتاجية، في الفدان الواحد ينتج ما بين 8 أطنان إلى 10 أطنان إذا كانت خصوبة التربة. بالنسبة لزراعة اليقطين، في الأول نقوم بحرث الأرض جيدا، نضع أحواض زراعية كما أشرنا لها في بداية الحلقة، ونضع سماد عضوي أو سماد طبيعي. كما تلاحظون، من الأفضل أن يكون متحلل 3 كيلوغرامات في كل حوض. بالنسبة لحاجيات زراعة اليقطين، سوف تحتاج إلى بذور، كذلك سوف تحتاج إلى تربة زراعية وإلى مياه، وكذلك سوف تحتاج إلى سماد وكذلك إلى أسمدة كيميائية، وخاصة عنصر الفوسفور من أهم الأسمدة التي يمكننا تسميدها. بالنسبة لليقطين، وسماد البوتاسيوم. بالنسبة لسماد النيتروجين، كمية قليلة لأننا نقوم بتسميده بسماد بلدي أو سماد عضوي كذلك. كما تلاحظون، طرق الزراعة هي سهلة جدا. يبدأ الحصاد في أقل من 75 يوم. نقوم بحصاده على حسب نوعية التربة ونوعية البذور. من الأفضل اختيار البذور الجيدة بالنسبة للزراعة التجارية. على هذا الشكل نقوم بتخفيف وتقليب التربة، ونقوم بسقيها عن طريق التنقيط على هذا الشكل. يتحمل نسبيا الملوحة إذا كانت في التربة كذلك. المسافة بين الخطوط 3 أمتار، المسافة بين كل حوض 2 متر. نوعا ما يحتاج إلى المسافة. كذلك هو نبات عريق، يمكنه تعليقه أو متسلق إلى آخره، أو يمكن زراعته مباشرة في التربة على هذا الشكل. من أهم المحاصيل الزراعية التي لا تحتاج إلى خبرة في المجال الزراعي، يمكنك زراعتها مباشرة باعتماد على نفسك. كذلك يمكننا تعليقها على هذا الشكل. في بعض الأماكن يمكننا تعليقها، والحصاد يكون على هذا الشكل بشكل أسبوعي. كذلك فهو من ناحية الاستهلاك عليه إقبال كبير، وأجملته جيدة من ناحية المبيعات، ويحقق أرباح لأن مصاريفه قليلة أو ضئيلة جدا مقارنة مع المحاصيل الأخرى. بالنسبة للأمراض الفطرية، مرض بياض الدقيق والعفن والمن وكذلك العنكبوت الأحمر، نقوم برش بعض مبيدات كبريتات النحاس وكذلك بعض المبيدات الفطرية. من أهم المحاصيل التي يمكننا زراعتها، كذلك سهولة التعامل معه، ويمكننا زراعته جميع أنواع الأراضي الزراعية كيفما كان نوعها، حتى الأراضي السوداء يمكننا زراعتها. بالنسبة لنجاح هذه الزراعة، يعتمد على السماد الطبيعي أو السماد البلدي. وبالتوفيق في موضوع